عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد من سلسلة ديال الشروحات ديالنا، وإن شاء الله اليوم غنبداو موديل جديد اللي هو دروا كوميرسيال أو بيان لو دروا دي زافير. بالنسبة لدروا دي زافير ولا دروا كوميرسيال، راه نفس لو بروغرام كو سا سوا بالنسبة لوبسيون ماركتينغ كوميرس ولا اوبسيون فينونسي كونتابيليتي ولا اوبسيون جيستيون دو ريسورس هيومان ولا اوبسيون ماناجر اوفيس، على نفس لو بروغرام. Du coup, Inch'Allah, on va voir en détail. Alors, le plan de l'Hissa de l'Yuma, on va voir l'introduction du module, on va voir la définition du droit commercial, on va voir l'évolution du droit commercial, on va voir les domaines d'application du droit commercial, on va voir le droit commercial, on va voir le masadir du droit commercial. Bon, quand on parle de la définition, alors le droit commercial, c'est l'ensemble des règles, les commerçants, le statut de commerçant, ou bien les commerçants ou leurs clients. Alors, là, les commerçants, mais les actes de commerce, c'est-à-dire les opérations commerciales qui font maintenant, c'est-à-dire qui attirent un canon tigère. N'est-ce pas l'évolution du droit commercial au Maroc? Alors, le droit commercial au Maroc, il y a trois étapes. La première, c'est avant le protectorat. La deuxième, c'est sous le protectorat. La troisième, c'est après le protectorat. Avant le protectorat, هنا كان المغرب كيتعامل بالشريعة الإسلامية وبالدين الإسلامي، وهو المرجع الأساسي في المعاملات التجارية. في وقت البروتكتورا، يعني في وقت الاستعمار، هنا ولا ان ميلونج اونتخ لي كوتوم اللي هما الأعراف، يعني الأعراف اللي هما ستان ميلونج اونتخ لا ريليجيون و لا تراديسيون، و ما بين لو دغوا فرونسي. وهنا لو ماروك ولا ان ميلونج. Mais en 1913, ben awel code du commerce. On est le Maroc déjà, il est sous le protectorat. Ou had le code de commerce, bien sûr, cache f dans le himaya. Bdo ki banou sharikat, bdo ki dkhlou sharikat le maghribiya, ana bda kanarfou le haykala dial le souk el iqtisadi le maghribi. Du coup, khass wahed qanoun tijari li ihtakmou li had sharikat hado ب الشركات اللي ديجا مهيكله. هنا راه استنبطوه من القانون التجاري الفرنسي. المغرب ما خرج بان كود دو كوميرس بروبر ا لوي حتى 1996. علاش؟ حقاش ديجا كاين واحد الظاهر شريف ديال لي زوبليغاسيون اي دو كونطرا، يعني قانون التزامات العقود. وهذا قانون التزامات العقود هو اللي كان كيأثر في غالب الأحيان جميع المبادلات التجارية اللي كتوقع ما بين التجار. دابا غنمشيو للمرحلة الثالثة اللي هي ابخي لو بروتيكتور، يعني من بعد عصر الاستعمار. هنا المغرب دار واحد قانون الشغل اللي قانون تجاري اللي بروبر لوي. كيفاش؟ سيت ميلونج اونتر بزاف ما بين الشريعة الإسلامية، ما بين يعني كنقولوا لي كوتوم، يعني تو سكي دين و لي تراديسيون ديالنا، يعني التقاليد ديالنا، والاعراف ولي زوزاج، يعني كل ما هو متعامل به ومتداول، وواحد شويه من لو دغوا فرونسي، شويه من لو دغوا انترناسيونال، سورتو من لورغانيزاسيون انترناسيونال دو ترافاي كيف ما غنشوفو، باردون، من لو ام سي لورغانيزاسيون مونديال دو كوميرس، اي بيان سور من d'autres droits بحال لو droit portugais ou le droit espagnol. Alors d'abord غنمشيو نشوفو لي دومين دو droit commercial، يعني شنو هو هاد القانون التجاري، علاش كيطبق. Alors عندنا دو فيزيون، عندنا لا فيزيون سوبجيكتيف وعندنا لا فيزيون اوبجيكتيف. Alors la vision subjective كتقول انه ما خصناش نحصرو التفكير ديالنا والشرح ديالنا للكوميرسون للملحانوت، يعني ما نفكروش انه كوميرسون هو اللي كيدير البيع والشراء. Commerçant, c'est plus vague. Il y a n'importe quelle entreprise, d'accord, ou n'importe quelle personne physique ou bien morale, qui exerce l'activité commerciale. Parce que quand on dit activité commerciale, il y a une activité de vente. Ou bien sûr, une entreprise qui fait du chocolat.
واش غتصنع الشوكولا وما غتبيعهاش راه الا ما بعتهاش ما يمكنش تدخل ان شيفر دافير اوبليغاتوارمون خصها تبيعها. الشركه اللي كتستخرج مثلا كتستخرج الرخام من الارض، دونك هاد الرخام اللي استخرجته من الارض خصها ضروري تبيعو. وهنايا فين كاينه هاد لاكتيفيتي كوميرسيال، وهنا اللي كيخلينا نقولوا اي اونتربريز او اي بيرسون فيزيك او بيان مورال اللي كيدير لاشا اي لا ريفونت ولا كيدير لاندستري ولا كيدير لو كوميرس ولا كيدير لا ديستريبيسيون، راه اون بو لابلي كوم ايتو ان كوميرسون. يعني في التفكير ديالنا ما نقولوش كوميرسون راه هو مول الحانوت هو البيع والشراء، كوميرسون هو اي اونتربريز ولا اي بيرسون فيزيك او بيان مورال اللي كيدير اون اكتيفيتي كوميرسيال. دابا غنمشيو لا فيزيون اوبجيكتيف. Alors, la vision objective qui dit que le droit commercial qui applique seulement à les commerçants. Alors, qui applique à les actes de commerce, quelle que soit la personne, ou civile ou la commerciale. Il y a un acte, un amélie, un tigéri, un acte qui a un canon tigéri, ou un canon tigéri, ou un canon. Je vous donne un exemple. Un acte, je ne sais pas, la maison d'Yalil, une autre personne. هنا العملية البيع سي ان اكت دو كوميرس، يعني اللي غير طرو قانون تجاري. بعت اون بيسيكليت مثلا لاون بيرسون، يعني هنا راه اللي غير هاد العملية هاد لاكت دو كوميرس راه القانون التجاري، واخا انا جو سوي اون بيرسون سيفيل وماشي اون بيرسون كوميرسون. دابا غنمشيو نشوفو لي سورس دو دوا كوميرسيال. باش كنهضرو على لي سورس، هما منين جبنا هاد الدوا كوميرسيال؟ اول حاجه عندنا لي سورس هيستوريك. كنهضروا على السورس هيستوريك، فاش كنهضروا على لي سورس هيستوريك كنهضروا على لا ريليجيون، كنهضروا على الدين ديالنا. فاش كنهضروا على الدين ديالنا كنهضروا على القران، كنهضروا على السنه. القران والسنه هادو من المصادر ديال القانون المغربي وسورتو القانون التجاري المغربي. ثاني حاجه هما عندنا لي سورس ايكريت، هما المصادر المكتوبه. غنبداو بلا لوا. لا لوا هما النصوص القانونيه، سو سون دي ريغل او سو سون دي سورس لي ديال دروا كوميرسيال. هاد لا لوا نورمالمون كي بروبوزيوها الفرق البرلمانيه او برلمانيون، وكيتم التصويت عليها في مجلس النواب. دابا غنمشيو نشوفو لي ريغلومون. لي ريغلومون هما التشريعات. هاد التشريعات كيحطوهم جينيرالمون سوا رئيس الحكومه ولا اعضاء الحكومه، يعني الوزراء هما اللي كيحطوا التشريعات. غنمشيو نشوفو عاوتاني في لي سورس ايكريت لي كونفونسيون انترناسيونال، هما الاتفاقيات الدوليه سواء بيلاتيرال ولا ملتيلاتيرال، يعني ما بين جوج دول او ما بين مجموعه دول. هاد الاتفاقيه اللي كتكون ما بين واحد البلاد وواحد البلاد كتولي ملزمه لهذوك البلدين بجوج، داكوغ، وكتولي بقيمه قانون بالنسبه لهم اللي خصها تحترم حتى هي. بالنسبه دابا لي سورس نو ايكريت، يعني المصادر غير المكتوبه، عندنا لي زوزاج. لي زوزاج هو المتداول المتعامل به، يعني سي اون براتيك كوميرسيال كي ا غاني جينيرالمون اون تيرم دو كريديبيليتي ا ترافير لا كونفيونس اي لا ريبيتيسيون. يعني واحد لوزاج هو شي حاجه اللي متداوله اللي بدات كتربح في القيمه ولا فالور ا ترافير لا ريبيتيسيون، يعني التكرار، او ا ترافير الثقه، يعني الناس كيثقوا فيها. وهنا هاد لي زوزاج راه في المغرب نورمالمون كاين في الاسواق، سورتو في الاسواق الاسبوعيه في الباديه، راه كاين شي حاجه اللي متداوله. مثلا البلاصه ديال واحد السيد اللي كيحط فيها ديما راه كتعتبر راه ديالو، واخا هي راه مثلا في ملك الدوله. علاش؟ حقاش ا ترافير لا ريبيتيسيون اي لا كونفيونس صافي ولات كتعتبر هاد البلاصه راه ديالو. لي كوتوم. لي كوتوم هما الاعراف. الاعراف نورمالمون حنا في لوكا ديال المغرب الاعراف عندنا سي ان ميلونج اونتر تراديسيون اي لا ريليجيون. بجوج كيعطيونا الاعراف. الاعراف عرف هو بحال عباره على قانون غير هو اجتماعي اللي كيتحترم من طرف هذيك المجتمع اللي عندهم هذيك الكوتشو. وحتى هما راه ما بين المنابع ديال القانون التجاري في المغرب. عندنا لي سورس انديريكت. لي سورس انديريكت هما الحوايج اللي كناخذهم بطريقه غير مباشره كناخذهم من القانون. هنا غنهضروا على لا جوريسبريدونس ولا دوكترين. شنو هو لا جوريسبريدونس ولا شنو هي لا جوريسبريدونس؟ هو الاجتهاد القضائي. كيفاش الاجتهاد القضائي؟
هو في بعض الحالات في بعض الواقعات ما كيكونش واحد النص قانوني اللي كيأثر بطريقة واضحة ومباشرة هذيك الواقعة. وهنا القاضي كيجتهد بصوت بتقريب القانون، المهم كيجتهد باش يعطي واحد ديسيزيون، واحد لو جوجمون. الوغ هذاك لو جوجمون فاش كيعطي هذاك القاضي كيتارشيفا، وهنا كيوليو قضاة اخرين فاش كيتحطوا امام نفس النازله كيمشيو يشوفوا اشنو هما لي جوجمون اللي ديجا تحطوا من طرف القضاة. هنا فاش كنسمو لا جوريسبرودونس، يعني القرارات اللي اتخذت من طرف القضاة كتارشيفا وكتولي حتى هي عبارة على مصدر من مصادر القانون. اخر حاجة غنطرقوا لها في هذه النقطة هي لا دوكترين. لا دوكترين هو رأي الخبراء. يعني هنا كان في حالة مثلا كنا قدام واحد النازلة والقاضي باش يقدر يدوز لا جوريسبرودونس باش يقدر يدير الاجتهاد القضائي وما لقاش واحد النص قانوني اللي واضح ومباشر كيأثر هذيك العملية، هنا كيلتجأ الرأي ديال الخبراء. الخبراء هما لي براتيكون دو دووا، الناس اللي كيمارسوا القانون، سواء أساتذة قانون أو قضاة أو محامون أو دي زيكسبير ولا دي نوتير، وهنا على حسب التخصص ديال هذا الخبير. القاضي بيان سور كيرجع لآراء الخبراء بحكم التخصص ديالهم، وهاد آراء الخبراء مع القرار ديال القاضي كيولي عبارة على دوكترين. دوكترين يعني واحد تا هو بحال سورس بارمي لي سورس دو دووا كوميرسيال مي افيك لابروباسيون ديال لو جوج. هكا غنكونو كملنا لانتروداكسيون ديال لو شابيتر ديال لو موديول دووا كوميرسيال. ان شاء الله لا فيديو الجايه غنهضروا فيها على لو كونطرا. جيسبر تكونوا فهمتوا مزيان، وإلا عندكم شي كيسيون ما تنساوش تخليوها لينا اون كومونتير. كنقول لكم الله يهنيكم، على لا سيونس بروشين ان شاء الله.